وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها. وقال الرئيس السيسي إن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطت 100 مليار جنيه. أنا لا أبالغ لو قلت لكم إن إحنا عشان نخلي الحي الحكومي، مش كده يا دكتور مصطفى؟ الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية، سواء بان احنا عملنا مراكز البيانات او الجزء اللي اتعمل لـ50 ألف موظف على الاقل اللي احنا اتكلمنا عليهم، ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة. انا مش هكون مبالغ لو قلت ان الرقم، وطبعا المراكز الاخرى اللي مش كده، انتوا بتتكلموا في 100 مليار جنيه. انا لا ابالغ، بس انا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده. عشان كده قلت لك ايه الرقم كام. ليه بقول كده؟ عشان نقول ان الدوله المصريه لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدوله وادائها من دوله كانت بتشتغل ورقي الى ان هي تتكلم رقمي، ثم بنتكلم على ان احنا دي واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء اصطناعي حتى يتم ان يبقى في جزء من العمل اللي بيتم بالذكاء الاصطناعي، صح كده؟ صح كده. كام وكلفنا كام؟ We'll be right back.